غادي نديرو الجزء الثاني ديال البوي، وعطيت عمل تلفزيون زوين، هما لحد الان باقي ما عيطوش ليا، لان انا عارف ما حد باقي العريشي تماك، وباقي المدير ديال البرامج اللي هو الخلوقي، انا ما عمرني ما غادي نخدم في القناه ولا. هذا السؤال خصو يتوضع عليهم هما. انا حطيته وشافوا ان العمل ديالي كيفاش كان ناجح، ورغم ذلك باقين شادين ان سعيد الناصري ممنوع من التلفزيون. هذا حنا باقين داوين عليه، شكون اللي عطاهم الحق انهم يمنعوا سعيد الناصري من التلفزيون؟ فالمهم غادي يكون ان شاء الله هذا العمل البوي دو غادي يكون مع شهاده تيفي ان شاء الله يكون خير. الحمد لله كاين قنوات دابا، للاسف التجديد كانت هذا في طريق التطور، مني جات الاداره الجديده رجعت عرفت تراجع مهم خلال السنوات القادمه. تسير حسن تسير حسن تسير، وخص يتحلوا البيبان، ولينا بحال المقاطعه في سي سي ام للاسف الشديد، وباقى الحال الامور. انا لحد الان انا ما قدرتش نحط المشاريع ديالي لسبب ان المدير كيرفض، الله اعلم علاش ما عرفتش. هذه كلها تساؤلات للاسف الشديد، نفس التساؤلات اللي كتسالي انت انا كنتسالهم، وهذا هو اللي خلى السينما تعرف تراجع. وصلنا ل 25 فيلم في السنه، الان ما كنديروا حتى ومستويات مزيانه. للاسف دابا كاع المخرجين الكبار ما بقاوش خدامين.